غمرنا تحت الشلة الأزود وقع اصطدام غير الله لطف. مرحبا بكم متتبعيني الأوفياء، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا ألف مرحبا بكم. باقية في أزود، راكم معايا دائما في الممشيت اللي درتها إن شاء الله. كنتمنى الفيديوهات اللي شفتو معايا، الأجزاء اللي شفتو معايا من الأول حتى لدابا يعجبكم، ينالوا إعجابكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا على تشجيعاتكم والتعاليق الرائعة ديالكم محفزة. الله يعطيكم الخير وبصحتكم الفرجة، بصحتكم أنكم تفرجتوا واستمتعتوا باللي شاركت معكم هنايا. واليوم فيديو جديد، مناظر جديدة خلابة في أكبر شلالات في المغرب، شلالة أزود أزيلال. مرحبا بكم. اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو اللي فريد من نوعه، أكيد غادي يعجبكم، أنا متأكدة غادي يعجبكم. غتشاركوا معايا المغامرات، غتشاركوا معايا قمة السعادة اللي غنعيشها معكم. اللحظات ما كتنساش، اللحظات الصراحة قد ما قلت عليها زوينة، هاد الكلمة قليلة في حق هاد المناظر اللي غتشوفوا شوفوا معايا وانتم كتشوفوا بعويناتكم. وحنا هابطين غنكمل معكم الاجزاء اللي درت معكم في هاد الرحله ديالي، كنتمنى تستمتعوا معايا. حنا هابطين دابايا غاديين للشلال، غادي نركبوا في الباطو ان شاء الله يا ربي العالمين، وغنشارك معكم بعض المعلومات على هاد المنطقه هادي اللي الصراحه منطقه زوينه ونقيه وناسها بسطاء وكرامه وطيبين وعلى قد نيتهم وطيبوا ديالهم، عطاهم ربي خير الله سبحان الله وبحمده سبحان الله الخالق المبدع سبحان الله الكريم الوهاب سبحان الله العظيم. صراحة واحد الطبيعة، واحد الجمالية ديال هاد المنطقة هادي كما كتشوفوا بعويناتكم. كنتمنى تمتعوا لي عويناتكم وتبرعوا لي قلوبكم بهاد الجولة اللي غنشارك معكم في شلالات أزود أزيلال. كنتمنى تعجبكم ويعجبكم هاد الفيديوهات، بارطاجيو الفيديو اللي يعطيكم الخير مع الأهل والحباب، وشجعوني باللايكات والاشتراكات. نشوف إن شاء الله أكبر عدد ديال المشاهده واللايكات، نشوف واش هاد الطبيعه هادي تستحق عندكم تشجيع ولا لا في هاد الفيديو. كنتمنى تشجعوني وتبارطاجيو، الله يعطيكم الخير. مشاهده الكامله للفيديو، الله يعطيكم الخير وفرجه ممتعه بهاد المناظر الخلابه اللي تستحق انها تشاف، تستحق الواحد يزورها. نشجعوا هاد الناس، شوفوا تبارك الله شنو حاطين، شوفوا خيرات الله، شوفوا تبارك الله على الصناعيه ديالنا المغربيين اينما انتم، تبارك الله عليكم. الله يزين الصنعة من طنجة للقويرة، الله يعطيكم الصحة ويخلي لكم صحتكم. تبارك الله ما شاء الله، شوفوا معايا أشياء زوينة وحويجة تستاهل أن الواحد يشوفهم ويتقدى ويتبرع ويبرع وليداته. شوفوا العشب تبارك الله، الزعتر، العسل، الشيح، كاين بزاف 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 ديال الأنواع ديال العشب عندهم. والأثمنة مناسبة البنات، والله العظيم إلا تصدمت في الأثمنة اللي لقيت هنايا، الأثمنة مناسبة سواء الحوايج ولا العشوب ولا الاكل ولا كل شيء، الاثمنه مناسبه، ما كاينش داك الغلاء اللي حنا مولفين الا مشينا البلايص اخرين كنلقاوه ولا شي حاجه، هادشي ما كاينش تبارك الله ما شاء الله. كل شيء زوين، كل شيء نقي، كل شيء هو هذاك. الواحد غير يعمل البزيطيم ديالو كما قلت لكم في الفيديو السابق، ويجي يتمتع يمتع وليداتو معاه ويبرع راسو ويدوز العطله ولا الكونجي بالصحه والراحه لينا وليكم ان شاء الله يا ربي العالمين. الله يكمل هاد الجولة بخير وعلى خير. هانتوما معايا اللي درتها واي لحظة عشتها غادي نعيشها معاكم، خصوصا المغامرات ديالي ديال اليوم اللي غادي نغامر معاكم تحت الشلال تحت الماء. بقاو معايا، حنا دابا هابطين في الدروج اللي شوية صعابين في الطلوع، غتشوفوا معايا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. لكن بهاد الجمالية كما كتشوفوا معايا، الراحة الزرق استاش الحيط تنميرت الى حبابين، وكل من يحت اللام ونسنت مازيرت من طنجة لقويرة ولا برانس راهم تاني حبركات. مرحبا بيكم، يحكون تعجب القناة تبارطاجي تجيت الفيديو اللي حباب النون دارون اعزانين، كل من يحلان اركن سني مير حتى نمير تبهري رغاني لحبابين، كل من يحلان في داخل الوطن وخارج الوطن كنقول لكم مرحبا. الشلوح العرب وكل متتبعين الاوفياء ديولي، الله يعطيكم الخير فين ما كنتو، خصوصا البنات اللي عايشين في خارج الوطن كيتوحشوا بلادهم كيبغيو يشوفوا بحال هاد المناظر هادي، خصوصا المناطق اللي ما معروفاش بزاف ما كيعرفوهاش بزاف، باش الا جاو لبلادهم وباغيين يدوزوا
العطلة مع وليداتهم، باغيين يمشيو للمناطق بحال هكا، البلايص اللي زوينة السياحية اللي يرتاحوا فيها وفي نفس الوقت يستمتعوا بالمناظر، يستمتعوا بالطبيعة. هذا علاش كنبارطاجي معكم هاد لا فيديوهات هادو، وفي نفس الوقت كنحاول نعطيكم معلومات على هاد المنطقة هادي اللي الصراحة منطقة زوينة. وهانتوما كتشوفوا بعوينتكم ها هو الشلال البنات، كما صورت لكم في الفيديو السابق صورت لكم من الفوق، دابا راه حنا هابطين قربنا الشلال. غنشارك معكم واحد اللحظات اللي الصراحة لحظات زوينة كنتمناها لكم البنات تعيشوها، الصراحة لحظات زوينة. دابا حنا هبطنا، بقينا كنشريو وكنتمتعوا بهاد المناظر ديال هاد المسائل اللي حاطين هاد الناس، حويجات زوينين، كل شيء موجود، المسواك، النقيش، ها هي النقاشة اللي بغات تنقاش، العشوب، عطا الله الخير، الحوايج، الماكلة. دابا ان شاء الله غادي نعيش معكم هاد اللحظات الزوينة في الباطو تحت الشلال، كنتمنى تستمتعوا معايا، ومن بعد غادي نطلعوا نتغداو وغنشارك معكم ان شاء الله مناظر اخرى واشياء اخرى. كاينين مفاجآت بزاف خصوصا في العطاوية اللي غنديكم ليها بلاصة الزيتون، بقاو متبعيني الله يعطيكم الخير. شوفوا معايا سبحان الله جمالية هاد الشلال والطبيعة ومنظر زوين، والصراحة واحد الجو ما نقول لكم، يريح النفس، يفرح القلب، يمتع العين، وينور العقل بالتأمل في هاد المنظر الصراحة اللي خلاب، منظر طبيعة، منظر الماء، الحجر، سبحان الله عظمة الإلهية كتخلي الواحد يتأمل فيها ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شي حاجة اللي زوينة كتريح الواحد، كما قلت لكم في الفيديو السابق اللي جاء لهنا غادي يرتاح بزاف، غيجيب الطاقة السلبية ويرجع طاقة إيجابية، فرحان ومرتاح وناشط، خصوصا اللي زار هاد البلاصة هادي، اللي ركب هاد الباطو اللي غنركبو معاكم، عاش هاد اللحظات اللي غادي نعيشو معاكم. هادي هي الدنيا وما فيها السعادة، قمة السعادة كنهديها لكم، كنتمنى الله يدومها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي العالمين. واخا هاد الفيديوهات هادو عندهم قصة خاصة غادي نشاركها معاكم في آخر فيديو ديال هاد الرحلة هادي. دابا ديكم معايا، يلا هو معايا تفوجوا في هذا الباطو اللي نتوما كتشوفوا فيه تبارك الله، شوفوا كيفاش مصنوع والجماليه ديالو شحال زويوين، والركوب فيه ممتع، ممتع بزاف. وغادي نشارك معكم في نفس الوقت الثمن شحال باش غادي تركبوا هذا الباطو، باش تاخذوا معلومه، اللي بغى يجي ياخذ معلومات اللي غنشاركها معكم في الفيديوهات المقبله. ومازال ان شاء الله كاين ما يتشاف، مازال كاين فيديوهات زوينين، بقاو متبعيني ونتمنى لكم فرجة ممتعة، تستمتعوا معايا بهاد اللحظات الرائعة اللي ما كتنساش، اللحظات في الخيال. صراحة هاد المكان هذا اكثر من رائع، مكان زوين ومبرد في نفس الوقت، واخا كاين الصهد كاين الشم، ولكن ما تحسيش بهذاك الصهد البنات نهائيا، المكان مبرد ومفوج، وصراحة شي حاجة اللي زوينة. نركبوا على بركة الله، نقولوا بسم الله. ها احنا دابا طلعنا الباطو، غادي ان شاء الله نديكم معايا، غادي نغامر معاكم تحت الشلال. واخا وقع علينا اصطدام ديال الباطوات، ولكن الله لطف، الحمد لله، غتشوفوا بعوينتكم، بقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو الله يعطيكم الخير. بالنسبه للثمن البنات للركوب ديال هاد الباطو لشخص واحد 10 دراهم، الا بغيتي تاخدي باطو بوحدك 80 درهم، اللي بغى مثلا يصور ياخذ راحته وما يركبش مع الناس غادي تخلصي 80 درهم، وتشدي الباطو بوحدك انت وعائلتك تكوني مرتاحه، ولا بغيتي تكوني مع الناس راه كتكوني مع الناس، بحال دابا حنايا مع الناس بزاف في الباطو، لهذا كنحاول انني ما نصورهمش، هذا علاش جلست في القدام، وفي نفس الوقت نقرب لكم اكثر الصوره، تعيشوا معايا اللحظه بلحظه وفرجة ممتعة للمتتبعين الأوفياء في كل مكان، والناس اللي خارج الوطن وداخل الوطن، تحية لكم من طنجة القويرة، خصوصا لهاد الناس طيبين، ناس كرام الله يعمرها دار، على قد نيتهم عطاهم ربي خير الله، كما كتشوفوا بعوينتكم سبحان الخالق المبدع، سبحان الله الوهاب، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله رب العظيم.
فرجة ممتعة لكم. يا سلام، اجمل احساس في هذه اللحظه هذه. سبحان الله، هذا دابا التشلال. الصراحه عمرنا ما عمنا بالما ديال الشلال. الكاميرا فزقات ليا. شوفوا معايا قوس قزح، شوفوا معايا الجماليه ديال الشلال، ما شاء الله. دابا رجعنا البنات، غادي نطلعوا في ديك البلاصه. شوفوا الدريجات اللي هاد الناس معهم من الحجر، شحال زوينين ما شاء الله. وركب في هاد الباطو، ما نقول لكمش الاحساس بالسعاده والفرح والراحه النفسيه. زوينه شي حاجه اللي زوينه، طبيعه والبلاصه مبرده، وخاصه هاد الصهده البنات ما نقول لكمش. حتى نشوفوا حوايجنا فوق منا اللي كانوا فازقين عمرنا ما تحت الشلال، تبردنا بالمعقول وخا سخون الحال، ولكن بلاصه مبرده. وركوب في الباطو شي حاجه ممتعه، وخا تصدم الباطو مع الاخر كما شفتوا بعويناتكم، لكن الله لطف. غنطلعوا دابا نتغداو وغنكمل معاكم في الفيديوهات المقبله. تبعوني، الله يعطيكم الخير، بارطاجيو القناه وشجعوني باللايكات ديالكم والاشتراكات. تهلاو ليا فرسكم، السلام عليكم.